اليوم مرحبا بكم في لي جورني دينوفاسيون دو لونتربرونيا اللي احنا نظموهم الثاني دوره هذه السنه. نحكيو السنه على التقاطع ما بين الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري، الاقتصاد البرتقالي والاقتصاد التضامني والاجتماعي. علاش تقاطع تقولي؟ نقول لك على خاطر لقينا اللي فما برشا حاجات كوما ما بيناتهم، اللي هما لامباكت بوزيتيف على الانفيرونمون وعلى السوسيال، اللي هو التجديد، اللي هو المبادره، اللي هو الكرياتيفيتي. وهذوما حاجات مهمين برشا باش نخلقوا يعني فرص جديده للاستثمار وللبحث المشاريع للشباب اللي هما يحبوا يعملوا مشاريعهم الخاصه. فاليوم قاعدين نحكيوا على هذوما، نفسروا شنو هو وشنو نجموا نعملوا، تمويل نتاعهم كيفاش وكل شيء. والبارح وغدو واليوم العشيه عندنا تدريبات باش يصيروا على حاجات بلو بوينتو، معناتها اكثر تقنيه، وعندنا دي ماستر كلاس زاده باش نفهموا شنو ما الحاجات اللي نجموا نفهموهم في الاقتصادات عشان نقولوا هالكلمة هذوما الكل باش نخدموا فيهم باش نطوروا المجالات هذوما مع بعضنا. الاقتصاد الاخضر هو توسكي بيئة، توسكي ريسيكلاج، توسكي ايكولوجيك، توسكي فلاحة، توسكي نجم يكون توريزم ايكولوجيك، معناتها هذوما الحاجات اللي فيهم انك ترد بالك على الطبيعة وعلى البيئة. والاقتصاد الازرق هو المياه، البروجي الكل اللي في المياه وفي البحار وكل. والاقتصاد البرتقالي هو الاندستري كولتوريل كرياتيف، تو سكي كولتور، تو سكي كرياتيفيتي وانوفاسيون، معناتها في الديزاين وكل حكيت هذوكم كل جيمينغ زاد ينجم يكون فيه برشا مجالات. والاقتصاد التضامني والاجتماعي تعرفوه اللي هو مهتم بالخدمه مع جمعيات ومع الجروبات ومع لي اس ام اس في القطاعات مختلفه وكثيره منهم. احنا نشوف لي بارتناريا مع الناس الكل، عندنا دي بارتنير اللي هما يساندوا فينا كيما سي دي سي، كيما لا اف دي، كيما لونيون اوروبيان، كيما لو اي تي، هذوما يساندونا دي بارتنير تكنيك اي فينانسي. وعندنا المجالات الاخرين اللي هما عندنا تعاونات مع لي زونيفرسيتي، مع الوزارات كي تبدا مهتمه كيما اليوم وزاره البيئه هوني، على خاطر كيما قالت السيده الوزيره فما اون استراتيجي ناسيونال نتاع ليكونومي فيرت والبلو والسيركولير قدمتها هي في الكلمه نتاعها اللي احنا نخدموا فيها. معناتها هي قالت كما قلتوا كما شفتوا، قالت هذوما اللي تحكيوا فيه الكل واحنا موجود في الـ في الـ في الاستراتيجي ناسيونال نتاعنا. دونك هذا هو التعامل وين يجي مع الوزارات. لو ميساج هو انه بالحق لازم نهتموا بقطاعات جدد، على خاطر القطاع الكلاسيكي شفتوا المشاكل اللي فيه. بدينا نخدموا على لي ريسو ريسبونسابيلتي سوسيتال. اليوم فما اكثر من لي ريسو، فما مجالات كبار اقتصاديه قاعده تطلع جديده وفيها دي زوبورتونيتي، نحبوا الناس كل تهتم بهم وتخدم عليهم.